مرحبا بكم، اهلا وسهلا. مكملين مع البارامتر ستاتستيك في الستاتستيك ديسكريبتيف، ووصلنا حتى البارامتر دو ديسبيرسيون. كان نتذكر وقت عملنا الفاريونس لي كار تيب كوفيسيون دو فارياسيون لي توندي، قعدنا سكون ابل لانترفال انتر كوارتيل، لانترفال انتر كوارتيل والا اي اي كيو. دونك اكوا تيغال هاد الانترفال كوارتيل هذا، ما نجمش نعطيك الفورميل ديريكت خاطر لازم نفهمك كيفاش نلقاوه، من بعد انا كليك الفورميل نتاعو ونشوفو اكوا تيغال. دونك في الكور باش تقراو بارتي اسمها لي كونتيل، لي كوارتيل بلوتو، لي كونتيل سامحني، لي كونتيل، والا زاد فما شكون يسميها لي فراكتيل. لي فراكتيل شنو هما لي كونتيل هذوما؟ لي كونتيل اساسا متكونين من ثلاثه حاجات، فما سكون ابل لي كوارتيل، لي كوارتيل، وفما لي ديسيل، وفما لي سنتيل. باهي، هات نفهمو الكوارتيل والديسيل والسنتيل هذوما شنو هما. فوالا، دونك لي كوارتيل اقرب كلمه للكوارتيل هي 4، جايين اصلا من كلمه 4، لي ديسيل جايين من كلمه 10، ايوا، ولي سنتيم نورمالمون فهمت اللي هي جاي من كلمة 100. باهي لهنا باش نسأل أنا سؤال، الكاتر هذيا منش متكونة؟ متكونة من الإليمون الأولاني، متكونة من الإليمون الثاني، متكونة من الإليمون الثالث والرابع هو اللي كملها الكل. دونك شنو يمثل هنا واحد من أربعة؟ واحد من أربعة يمثل هو ربع اللي هو 0.25. شنو يمثل اثنين من أربعة؟ يمثل نص. وشنو مثل ثلاثة من أربعة هي 0.75، ولا أربعة من أربعة هي 1، فوالا سي 100%. باهي مالي يا سيدي، باغ ديفينيسيون لو كوارتيل شنو هو؟ هو قداش يمثل هالليليمون هذايا، شاك إليمون من الكومبوزون تاع الكاتر كل بار وحده. دونك ال 1 هو أن كار اللي هي 0.25، مالا من هنا نجمو نقولو أنو توجور توجور ال A هذه ال F ولا ال F كوميلي هذه كرواسون ولا فونكسيون دي ريبارتيسيون دو 1، وهذه شنو يتسمى؟ يتسمى Q1. دونك ال Q1 هذه يتسمى Q2، هذه يتسمى Q3. دونك مالا توجور F دو Q1 اي توجور ايكال 0.25. نقول F نقصد بها ال F الكبيرة هذه ال F كوميلي كرواسون، إكس سوا في الكا كونتيني وإلا في الكا ديسكريت. كيف كيف ال F دو Q2 هي 0.5 وال F دو Q3 هي 0.75. نتعديو توا للديسيل، الديسيل كالعادة متكونة من ليليمون الأولاني، باش ناخدو لو بليز امبوغتون تنجم تلقى التروازيام ديسيل، أنسي دو سويت لو سانكيام ديسيل، أنسي دو سويت حتى يكش لو نوفيام، لو نوفيام ديسيل. هذا شنو يتسمى؟ مالا يتسمى D1، هذا يتسمى D3، D2، فما D4 و D5، فما أنسي دو سويت حتى يكش لو D9. دونك شنو يمثل واحد من عشرة؟ هو العشر كما نقولوا احنا اللي هو 0.1، انسي تسويت انسي تسويت 0.3، انسي تسويت 0.5، حتى يكش لل 0.9. فوالا، وكالعادة اون ابليك توجور لا ميم ديفينيسيون، انو اف دو دي 1 اي توجور ايكال ا 0.1، اف دو دي 5 اي توجور ايكال ا 0.5، اي اف دو دي 9 انسي تسويت ايكال ا 0.9. كيف كيف الصون هي متكونة من اللولين من الليمون الأول حتى كش للصون البان سانكيام سنتيل انسي تسويت، فوالا للسكونتيام باش ناخدو البليز امبوغتون، كيف كيف حتى كش للسوسونت كانزيام، آخر واحد هو الليمون رقم 99 وإلا نمرو 99. دونك هاذو شنو يتسماو؟ يتسماو لو سنتيل لو بغومي سنتيل وإلا نسميو سي أن. هذا سي 25، هذا سي 50، هذا سي 75، ainsi de suite ainsi de suite. والاف لا فونكسيون ريبارتيسيون دو سي 1 اي توجور هي 001، خاطر واحد شنو مثل من هي 001، هذا سي 025، هذا سي 050 ولا 05، وهذا 075 اي 0.99. فوالا، من الليستراسيون هذيا نفهموا انه توجور انه الاف نتاع لي كونتيل والا سي 1 والسي او دي 1 ولي كوارتيل هما شنو يمثل بالضبط هاك ليليمون هذاك من التوتال نتاع لونسومبل الكل. اون فيت من هذا شنو نجمو نخرجو؟ نجمو نخرجو انو توجور ليكاليتي هذيا، دونك انو اف دو كي 1 ايكال اف دو سي 25
كيتي قال له 0 25 ولا هذا 0 25 وهذا 0 25 نجم نخرجوا زيادة انه اف دو كيو دو ايجال اف دو دي 5 ايجال اف دو سي 50 كي تيجال زيادة اف دو لا ميديان كي تيجال 0 5 اخر حاجة انه اف دو كيو 3 ايجال اف دو سي 75 كي تيجال 0 75 فوالا هذا هو بيدو هذا جو دي بيان انه la fréquence du Q1 من قولش Q1 la fréquence du Q1 est toujours égale à 0,25 باهي هنا نرجع توا للفورميل نتاع الانترفال انتركوارتيل تو سامبلومون الانترفال انتركوارتيل اكوا تيغال هو Q3 موان Q1 فوالا دونك نو زالون شيرشي اكوا تيغال Q3 اي اكوا تيغال Q1 ومن بعد نعمل العملية نتاعي ونحط الريزلتا نتاعي دونك في الحالتين كيف سوا في الكا كونتوني ولا في الكا ديسكريت من هنا باش ناخذ ليكزامبل هذايا في الكا كونتيني باش نخدمكم بالاف كي تبدا عندنا حاله انه عندي كان الان في ديستريبيسيون حيت نشوفوا كيفاش نطلعوا الانترفال انتر كوارتير كي تبدا عندي ديستريبيسيون بالان اي بي pour chercher q1 شنو تعمل دونك pour chercher q1 مثلا انا نبداو في الـ في الـ في الـ في الكا كونتيني pour chercher q1 شنو نعرفوا اللي نعرف توا نعرف اللي f دو q1 ايجال 0.25 فوالا بالديفينيسيون هذه اللي لقيناها في الكور دونك ترجع توا انت للاف الكبيره هذه وتشوف 0.25 موجوده 0.25 هاي كموجود ما بين 0.2 و 0.6 دونك اول حاجه لازمك تطلع سكون ابير لانترفال نتاع الكوارتيل هذاك اللي هو ما بين شكون وشكون كيتو سامحني اللي هو ما بين كما قلنا بك كي تبدا انت عندك اوبسيرفاسيون ما بين دو اوبسيرفاسيون في الكونت اف ديما جو كونسيدير لانترفال نتاع الاوبسيرفاسيون الكبيره اللي هو الانترفال نتاع البارامتر هذاك دونك كي ان هو ابارتيان على الانترفال ديسكريس اي فوالا بار انتركولاسيون لينيير نمشي نحسب الكي ان ما بين الديس والتريس ونعرف اللي الاف دو كي ان هي 0.25 الاف دو 10 ناخذوها من التابلو اللي هي 0.2 الاف دو 13 هي 0.6 اي بار انتربولاسيون لينيير عندي انو كي 1 موان 10 سور 13 موان 10 ايجال 0.25 موان 0.2 سور 0.6 موان 0.2 فوالا تو كالكيل في دونك عندي انا 0.25 موان 0.2 تعطيني 0.05 لو تو سور 0.6 موان 0.2 هي 0.4 دونك نحسب الرابور هذا من بعد نضربو في 3 خاطر 13 موان دونك تو سامبلومون هي كي 1 موان 10 سور 3 ايكال الرابور هذاك دونك انا عندي 0.05 ديفيزي بار 0.4 ايكال 1/8 اللي هي 0.125 نضربها ديريكت في 3 نعمل ريكل دو 3 هذا في هذا باش تعطيني 0 بليتو هذا 0.125 من بعد نعمل ريكل دو 3 باش تولي لي كي 1 موان 10 ايكال 0.375 اي بار لا سويت نخلي كي 1 من هنا نجيب لي موان 10 عندي مين تولي لي بوزيتيف دونك كي 1 كوت ايكال 10.375 فوالا هذا هو كيفاش نطلع الكي 1 لانتربريتاسيون شنقول كي 1 هو يمثل قلنا 25% سيتادير شنقول نقول 25% des étudiants ont une note inférieure à 10.375 هذه الانترفيتاسيون c'est pareil بالنسبة للQ3 c'est كيف كيف بالنسبة للQ3 ben, j'essaie ici de chercher l'intervalle interfortile Q3 دونك باش تلوج انت على الكي 3 فوالا
Donc, chercher Q de roi. Nous avons fait F de Q de roi égale à 0,75. Donc, nous avons chauffé le tableau 0,75 de nos jours de ma bine. 0,6 ou 0,9. Alors, parfois, tu as 0,75. كي تلقى مثلا حاضر هنا 0.75 مثلا في البلاصه 0.9 هنا 0.75 ديريكت تمشي تهز الكيوب هو ايكال 15 خاطر نعرفوا ان الاف هذه هي الفريكونس نتاع الانتربال سوبيريور هذي دونك ديريكت تاخذ من غير تقعد تحسب بالانتربولاسيون لينيير لكن بارفوا هنا نلقاو الاشكال هذي ان لوبسيرفاسيون مش موجوده دونك نمشي نحسب بالانتربولاسيون لينيير معناها نجم نخرج انه كي 3 ابارتيان الانتربال 13.15 Et par interpolation linéaire, j'ai une axe n q3 ma bien 13 ou 15. Donc, il y a 0,75. Le f de 13 est 0,6 ou le f de 15 est 0,9. Voilà. Nous avons fait le chemin. Donc, q3 moins 13 sur 15 moins 13 est 2, tout simplement, vite fait. Donc, 0,75 moins 0,6 est 0,15. 0,9 moins 0,6, je t'attends 0,3. 0,15 sur 0,3, il y a 1,5, 0,5. 0,5 fois 2, il y a 1. Donc, Q3 moins 13 égale à 1. J'ai le 13 là-bas, donc Q3 à quoi égale? Égale à 14. Je cours l'octa, on cours 570 millimètres des étudiants ont une note inférieure à 14. Voilà. Et là, on a l'intervalle interquartile. Tout simplement, j'ai une autre n. Le Q3 va être 14. 14 moins 10, 0,375. T'as fait la 4,375. Voilà. C'est ce que l'intervalle interquartile. نجم تو في الكا كي تبدا عندي ان كا في الكا ديسكريت وما عنديش الاف دونك عندي باش نخدم بالان فوالا لهنا تو سامبلومون كيفاش نطلعوا احنا الكي 3 والكي 1 باهي لو فرضنا انا لهنا عندي باش نلوج على الكي 1 اش نعرف؟ نعرف اللي الان دو كي 1 هي 0.25 ولا 25% فوا ان غراند ان Donc, le n de Q1, 0,25 fois n, le n alpha, il y a 10, il y a grand n. Donc, 0,25 fois 10, j'ai une net out, 0,25 fois 10. Donc, à quoi égal? Il y a 2,5, 0,25 fois 10. Juste, on a fois 10. Égal à 2,5. Donc, le n de Q1 égale à 2,5. Voilà. Ben, j'ai chauffé n, le n est plus grand. On chauffe 2,5 où est-ce que c'est? C'est que normalement, on a 3. C'est quoi? C'est 3 ou 7. C'est le cumul. Marlou, là, on a 3 personnes. On a 3 avec 4, on a 7. 7 avec 2, 9. 9 avec 1, il y a 10. Donc, 2,5 où est-ce que c'est? C'est dans 3. Donc, tout simplement, Q3 à Q1 à quoi égal qui correspond au jour de ma vie l'observation XI. Donc, madame, elle tenait le nom de ma fatigue, c'est clair, elle a l'air. Donc, Q1 est égal à 7. Voilà. Voilà, neuf, c'est le principe. Je vais faire Z et Q3. Le Q3, on a le N de Q3 égale à 0,75 fois grand N. 0,75 fois 10 باش تعطيني 7,5 دونك n de q3 égale à 7,5 نمشي نشوف انا توا 7,5 موجود هنا في الجراند n هذه 3 هذه 7 ال 7,5 موجود من بعدها سيتادير تابع لوبسيرفاسيون هذه تابع 9 سي في الكوميون تاع 9 خاطر 7,5 تفوت ال 7 دونك q3 اكوات ايكال دونك q3 ايكال 10 اي بار لا سويت دونك L'intervalle interquartile égale à 10 moins 7 qui est égal à 3. Voilà. Cette est la partie que je vais vous montrer. Elle fait un peu de tafsir. C'est un peu de tafsir. Donc, c'est une question. Mais il y a des exercices, des examens généralement, elle fait l'ITD. Je vous retrouve dans l'épisode 3.